وهذا سطولك وقايم من على مكتبك وجاي لحد هنا عشان ده؟ هو احنا هنعمل في بعض اللي بنعمله في الناس ولا ايه؟ بتراقبني ليه يا رأفت؟ خرج حرسك. ماشي بره يا ابن التراجل. بتراقبني ليه يا رأفت؟ عشان اي تعبان زيك لازم يتراقب. الله، انا طول عمري فاكر ان احنا ايد واحده وفي ظهر بعض. على الناس، لكن بيننا وبين بعض ما املكش لاخر الشارع. ليه بقى؟ ده مفيش حد خدمك قدي من ساعة ما رجعنا من السفر وانا في ظهرك، وعمري ما خليت بيك. حتى فلوسك لما كنت هتخسرها في بورصات اسيا انا اللي قايل لك على فكرة الشلل عشان تاخد التأمين اللي انقذك ساعتها. انت ما عملتش كده عشان تساعدني، انت عملت كده عشان تمسك عليا غلطة طول عمري. اي لحظة اقلب عليك فيها تضمن انك ممكن تدمرني، ومن الاخر كده حبستني طول عمري على كرسي. وانا عامل كده ليه؟ هستفيد ايه يعني؟ هتستفيد ايه؟ هتستفيد ايه يا حسين؟ هتستفيد ان يومك شاف لك اني عارف ان انت اللي قتلت ابويا، يبقى معاك ورقه تساومني عليها. وفجاه صح، كنت فاكر انها ابنه مش عارف ونايم على ودني. تعرف من امتى؟ من زمان قوي. وطبعا كنت مستني اللحظة اللي تنتقم فيها. مستني؟ انت غلبان يا حسين، كل اللي انت فيه ده وبرده غلبان. مفيش حد ازيده، مفيش حد حبيت ازيحه من طريقي، مفيش حد حبيت اخلص منه الا وعملت كده بايديك انت يا حسين. عشان يوم ما تكبر وتعجز وتبقى لوحدك وتبص لإيدك ما تلاقيش فيها غير الدم. أيوة يا حسين، الانتقام اللي زيك مش أنك تقتلهم أو تخلص منهم، الانتقام اللي زيك أنك تمتعهم بشرهم عشان لحظة التوبة تبقى صعبة قوي يا حسين. لازم نفترق. بعد شوية الصراحة دول ما بقاش في حل غير ان احنا هنفترق يا اما وبعض. نفترق احسن، مش عايز اموتك دلوقتي.